حلقة اليوم نتحدث فيها عن أجور المماطلة، عن المصاريف التي ندفعها لنتحصل على حقنا من إنسان مماطل. ماذا عن هذا المرض؟ في المحور الأول من 5 محاور نتحدث عن هذا المرض على أنه مرض قد تفشى بين الناس، ونسمع أن هناك من يماطل في أداء الحقوق. لكن السؤال الذي توجه لهذا البرنامج: هذا الإنسان الذي ماطلني وأنا اضطررت لأن أدفع ثمن المكالمات الهاتفية لأطالبه، تعرفون الإنسان الذي يماطل في أداء الحقوق قد تضطر أحيانا أن تتصل به 10 المرات، ربما 100 المرات، ربما توكل محاميا، ربما تدفع أجرة سيارات وتنقلات لتراه في مكان كذا أو مكان كذا. هذه المصاريف التي تدفع لقاء الحصول على الحق، إذا ما استطعت أن تحصل على حكم قضائي أو أن تلزمه بحكم ما، فهذه المصاريف ما حكمها؟ هل يجوز لك أن تأخذها أم أنها من الربا؟ لذلك في المحور الثاني أقول: هناك حقوق جزائية على المماطل في ماله وسمعته. مثلا لك على شخص 100,000، ولأنه ماطل في أداء الحق اضطررت لاتصالات وضيع وقت وركوب سيارات أجرة، جمعت هذه المصاريف والتي ربما تبلغ 10,000، هل يجوز لك أن تطالب بها؟ البعض يقول إن أي زيادة على القرض إنما هي من الربا، وأن المماطل مهما ماطل فلا يحق لك إلا أن تحبسه أو أن تذكره أمام الناس بإساءته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، أي مماطلة هذا الإنسان الغني الذي يملك المال ظلم. وفي حديث آخر يفصل النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ما معنى لي الواجد؟ أي الذي يملك المال ولا يدفع. معنى يحل عرضه أي لك أن تتحدث عن إساءته وتحذر الناس منه. مثال على فكرة يحل عرضه: كنت مرة عند أحد التجار فوجدته قد وضع قائمة على باب مكتبه بأسماء كل الذين لم يدفعوا له ثمن البضاعة التي أخذوها، فقلت له: لماذا تفعل ذلك؟ قال: هذا هو إحلال العرض الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، كي نحذر الناس من هؤلاء الأشخاص، فيجب أن لا يشتروا منهم ولا أن يعاملوهم لأنهم يماطلون في أداء المال، علما أنهم أغنياء. في هذا المحور لابد لنا نتحدث عن حق تحصيل هذه المصاريف من المماطل. هل يجوز أن أخذ المصاريف المدفوعة لتحصيل الحق من المماطل؟ وهذا هو محور الحلقة. أقول: نعم يجوز، لأنك إنما تأخذ ما أخذ منك عنوة وغصبا، أنت لم تدفع هذه المصاريف بإرادتك، فلك رأس مالك، لا تظلم ولا تظلم كما أمر الله عز وجل: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا الذي أنفقته على تحصيل حقك يعد جزءا من رأس المال، لأنه أخذ منك بغير وجه حق. يقول أحد العلماء: إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. لذلك في المحور الخامس أقول: عند دفع المصاريف يجب أن أبلغ المماطل بالزيادة المطلوبة منه. يبقى شيء يجب أن نتنبه إليه، وهو عندما أدفع هذه المصاريف يجب أن أبلغه كل مرة ألتقي به وأقول له: المبلغ الآن تجاوز المقدار الذي أريده منك، لأنني سأضيف عليه المصاريف حتى لا تكون من باب الربا، وإني أحذرك أنني سأطالبك بهذه المصاريف ولن أسامحك بها أبدا. لكن كما قال هذا العالم: بشرط أن تكون المصاريف على الوجه المعتاد، أي لا أضيف مصاريف غير معقولة أو غير مدفوعة، وأن أرفع سقف المصروفات كونها على حساب المدين ثم أطالبه بأدائها، أو أن أستعين بإنسان وأقول له: أعطيك نصف المبلغ إذا حصلته لي، ثم أعود إلى المدين وأقول له: 100 أصبحت 150. لا، إنما ينبغي أن تكون هذه الإضافة فيما تعرف عليه الناس وأقرها علماء الشريعة، لكي لا يكون هناك ظلم وتظالم وضرر وضرار بين الناس. إن ظلمك هو فلا تواجه الظلم بالظلم وتأخذ أكثر من حقك، لأن الشرع بني على أساس أن تصل الحقوق إلى أصحابها، لا تظلمون ولا تظلمون.
فنحن نريد أن يصل الحق إلى أصحابه، لكن دون ظلم أو تعدي من الدائن أو المدين. بارك الله لكم، وآمل من الجميع أن يتحرى المال الحلال في أداء الحقوق، وأن لا يماطل في أدائها. مالكم حلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.